ولنقاش الدلالات، زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قائاني إلى العراق بعد تصاعد لهجة الاتهامات المتبادلة بين مقتدى الصدر والإطار التنسيقي وتأثيرها على العراق. معنا من مالمو عبر الخط الهاتفي عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. سيد لبيد، ماذا تعني هذه الزيارة مجددا؟ قائد فيلق القدس الإيراني يزور العراق في محاولة لرأب الصدع بين الأطراف المختلفة. بسم الله الرحمن الرحيم. عودنا قاهاني إسماعيل قاهاني على زيارات مماثلة سابقا في مثل هذه الظروف، خصوصا عندما تشتد الأزمات السياسية أو الأزمات من نوع آخر، كانت تكون هناك أزمات تتعلق بالملف الأمني. قاهاني هذه المرة زار في البداية مدينة النجف، محافظة النجف، وتعمد أن يزور ضريح السيد محمد صادق الصدر في دلالة واضحة على أنه يروم لمغازلة مقتدى الصدر سياسيا، لأن مقتدى الصدر هو المستهدف من هذه الأساسي من هذه الزيارة، لأن الصدر كما نعلم هو صاحب الكتلة الأكبر بعد أن انتهت الانتخابات بحصوله على أكثر من 70 مقعد، وإيران حريصة كل الحرص على وحدة البيت الشيعي، لذلك فأصبح مقتدى الصدر هو صاحب المفتاح من أجل أن يحافظ على وحدة البيت الشيعي، من أجل أن يرضى أو من أجل أن يجتمع شمل البيت الشيعي ممثلا بكتلة الصدر زائدا الكتل التي يتكون منها الإطار التنسيقي. نعم. طيب، الإطار التنسيقي، على ذكركم لهذا الإطار، يؤكد أن أي حكومة تشكل من دون مشاركته لن تصمد طويلا، ويدعم ذلك بعودة التفجيرات إلى بغداد مجددا وبالتهديدات التي سمعناها من بعض الأحزاب في الأيام الماضية. إلى أي مدى يؤكد ذلك أن إيران هي التي تحرك الوضع الأمني في العراق؟ من الناحية الدستورية أنا أعتقد أنه إذا نفترض جدلا أن الأمور تسير على وفق الدستور، فإذا استطاعت الكتلة الصدرية أن تجمع أكثر من 165 أو 165 صوتا في داخل البرلمان، يمكن أن تتشكل حكومة مستقرة أو شبه مستقرة من الناحية القانونية، لأن كتل الإطار الاستراتيجي باستثناء كتلة دولة القانون هي كتل بالحقيقة كتل هزيلة وضعيفة، جدا ضعيفة، ومن الصعب أن تحقق وحدة متكاملة وتستطيع أن تسير على مدى استراتيجي طويل الأمد على نفس النهج وعلى نفس حالة الانسجام. لكن هذا كله من الناحية النظرية. كتلة أنه تشكيل حكومة أكثر أغلبية بين قوسين وطنية كما يسميها مقتدى الصدر ممكن نظريا ممكن دستوريا، لكنها قد لا تصمد بسبب التدخلات الإيرانية. إيران لا تريد أن تستبعد شركائها، خصوصا قادة الميليشيات أو الكتل أو الأحزاب التي تمثل الميليشيات، وعلى رأسها جماعة الفتح وجماعة العصائب وحزب الله وجماعة فاضل أحفاد الحلفيات، لا تريد أن يستبعد أحد من هؤلاء من التشكيلة الحكومية، لأن بالحقيقة الفساد يشكل المصدر الأساسي لهذه الكتل. نعم. بالإضافة إلى أن نفوذها الأمني وتدخلها في مفاصل الدولة لن يتم بسلاسة إذا لم يكن لديهم مشاركة في التشكيلات الوزارية. لذلك إيران ستتدخل بكل قوة من أجل إعادة إنتاج حكومة التوافق، ما يسمى حكومة التوافق. إلى أي مدى هي قادرة على التدخل بكل قوة وحزم؟ والإطار التنسيقي يؤكد أو يكشف أن اجتماع هادي العامري مع مقتدى الصدر لم يصل إلى أي نتائج حاسمة ونهائية. هل في المقابل يمكن الوثوق بتعهدات الصدر التي أطلقها بتشكيل حكومة لا شرقية ولا غربية كما وصفها؟ يعني نحن تعودنا على بقية مقتدى الصدر. مقتدى الصدر أطلق تصريحات نارية عدة مرات
وسرعان ما انقلب عليها وعمل بما يناقضها، يعني وكان آخر وعد وعد به أو قرار اتخذه كما نتذكر أنه مقاطعة الانتخابات وخرج من الانتخابات، ولكنه ما لبث بعد نحو شهر من فقط من هذا القرار أن تراجع وشارك بالانتخابات. لذلك هناك المراقبون يعتقدون بأن ما يصرح به الصدر حاليا سرعان ما سينقلب عليه في الواقع. بعد ومن ناحية أخرى الصدر ليس بعيدا عن الفلك الإيراني كما يتصوره كثيرون، هناك تأثير قوي من الإيراني على الصدر، لا سيما أن لديهم ممثلين في داخل إيران في قوم ولديه اليعقوبي، وثم هم التيار الصدري تيار مقلد للسيد كاظم الحائري وهو مقيم في طهران وموالي للولي الفقيه الخامنائي. نعم. فالتأثير الإيراني يعني قوي أيضا على التيار الصدري، صحيح أنه أقل قوة من تأثيره على قوى الإطار التنسيقي، لكن الصدر لا يمكن أن يتحرر بالكامل عن التأثير الإيراني. طيب نقطة أخيرة في هذا النقاش سيد لبيد، معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أكد أن السيناريو الأسوأ طبعا في ظل الفشل السياسي الحاصل الآن بعد الانتخابات وقبل الانتخابات، يقول أنه السيناريو الأسوأ الذي يمكن أن يواجهه العراق سيكون في حال انهيار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وربط استقرار العراق بهذه المفاوضات، إلى أي مدى قد يحصل ذلك بالفعل؟ نعم بالتأكيد هناك صلة بين الصراع الإيراني الأمريكي الإيراني عبر الملف النووي وبين الوضع حالة الاستقرار في العراق. إيران تستطيع أن تفعل وتسخن الأجواء في العراق وتسخن الملف الأمني في داخل العراق بالضد من أمريكا. أمريكا قررت الانسحاب فقط من الجانب القتالي على الصعيد القتالي، ولكنها لديها وجود في قاعدتين على الأقل، ستحتفظ بوجودها على في قاعدة عين الأسد وفي قاعدة حرير في شمال العراق، وبالإضافة إلى أن وجود قوات أيضا في داخل سوريا، قوات أمريكية في داخل سوريا، ونعلم أن إيران موجودة قوي بشكل قوي في سوريا. لذلك فإيران قادر على ابتزاز وقادر على تسخين الموقف ضد القوات الأمريكية المتواجدة في العراق إذا ما فشلت المفاوضات التي تتعلق بالملف الأمني، وهذا معناه من الناحية من المنظور العراقي معناه أن الميليشيات ستبقى قوية. نعم. ستبقى قوية رغم انحسار أو رغم تحجيم القوى الممثلة لها من الناحية الانتخابية، يعني عندما أتكلم عن الإطار التنسيقي، الإطار التنسيقي يتكون معظمه من القادة الميليشيات، ونتذكر في هذا الشأن ما قاله إسماعيل قاآني في مدينة مشهد في 7 ديسمبر، قال أن فصائل المقاومة العراقية، ويقصد الميليشيات طبعا التابعة لإيران، تتقدم يوما بعد يوم، وإن أبناء المقاومة في العراق يتمنون يقفون جنبا إلى جنب مع أخوانهم في إيران. أشكرك سيد لبيد الصميدعي من مالمو، عضو التحالف الوطني المعارض، عبر الخط الهاتفي.